أهلا بكم. غاب جسدا وبقيت ذكراه على لسان محبيه ومن عرفوه، الطبيب كنان طيب القلب جميل المعشر، هكذا يرثيه جيرانه وأبناء الحي الذي عمل فيه. لا يهدأ قلب الطبيب كنان علي عن النبض في أذهان أهالي محافظة اللاذقية، فحتى وإن قتل جسدا إلا أن ذكراه يتردد هنا وهناك وفي كل زاوية وحي. دكتور كنان طبيب جديد، ما صار له زمان فاتح هون، بس كتير شاب شاطر وخلوق ومؤدب وعلاقته بالجيران أكثر من رائعة. كنان دكتور رائع أخلاقيا وطبيا وشكله كله بيجنن، الله يرحم روحه. شاب من أرقى الشباب وزعلنا له، خسارة للدولة كلها هيك إنسان ناجح وأخلاقي. يعني صعبة، يعني نحن ما عم نصدق لهلا انه هيك فقدنا بالبناية دكتور ناجح مهذب اخلاقي. ما في منه، خسارة كبيرة إلنا وللعالم ولأهله، يعني زعلنا له مثل أهله صراحة، بينزعل له. فاجعة كبيرة دكتور طالع، كان طلعة فظيعة، سمعته بتجنن. الجريمة النكراء السوداء يرويها شهود، وهي باتت قضية وجرحا استطاع فرع الأمن الجنائي باللاذقية كشفها بزمن قياسي من خلال البحث الجدي والتحري وجمع المعلومات ومسح الكاميرات المحيطة بمسرح الجريمة، والتي أفضت إلى القبض على الجاني الذي كان استخدم جهاز قياس حرارة إلكتروني لتفجير الطبيب. حادثة كل البناية تفاجئوا فيها، كل العالم تفاجئت فيها، سوريا كلها تفاجئت فيها. دكتور كنان يعني كان إنسان خلوق وشاطر، يعني معرفتنا فيه هون أنا إلي شي سنة وثمان شهور، ما سمعنا عنه غير كل خير. وبنسمع عنه إنه دكتور شاطر. يعني كنت واقف على باب مكتبي أنا وشاب معي بالمكتب، واقفين عم نحكي على الباب، فبيطلع صوت الانفجار. لما طلع صوت الانفجار فنحن فتنا لجوا، يعني لمدة ثواني فتنا ورجعت طلعت لبرا، ولا بشوف الدكتور كنان جاي صوب يعني باتجاه مكتبه، اجى لعندي وعم يقول لي مشفى. خلاف قديم تحول إلى مصيبة في الأذهان ستبقى كالشبح في المحافظة الطيبة التي لم يعتد أهلها على جرائم من هذا الحد والنوع، وهي جريمة شكلت سخطا ورأيا عاما تجاوز حتى المحافظة أصلا. من اللاذقية باسم عباس، قناة سما الفضائية.